فضيلة الشيخ، لا شك أن من النساء من يرين الحجاب دينا وعبادة وسترا، فهن على ذلك، ومنهن من يرينه ثقلا يجب أو تحب التخلص منه، أو يرينه زينة تحب أن تفتن به من يراها، فهل من كلمة؟ الحجاب واجب شرعي أمر الله تعالى به، ويجب على المؤمنة أن تمتثل أمر الله جل وعلا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليس في الحجاب خيار للمرأة، إن شاءت فعلت وإن شاءت تركت، بل هو أمر واجب وحتم على نساء المسلمين. ولا ينكر الحجاب إلا أحد صنفين: إما كافر لا يؤمن بالأحكام الشرعية، وإما مؤمن ناقص الإيمان وفاسق. فالحجاب ليس فيه خيار، أمر حتم وواجب على المسلمة، ويجب على المرأة التي تجد في نفسها تكرها للحجاب أن تتوب إلى الله، لأن هذا يدل على نقصان الإيمان، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تخضع لأمر الله عز وجل. والحجاب كما سبق هو ما يستر بدن المرأة بأن يكون ضافيا على جسمها، وأن يكون واسعا ليس ضيقا يبين أعضاءها، وأن لا يكون فيه زينة تجلب الأنظار إليها. هذا هو الحجاب. أما التي تتخذ حجابا اسميا لا حقيقة له، لا يستر ما وراءه، أو أنه ضيق يبين أعضاءها ويبرز مفاتنها، أو تتخذ حجابا فيه زينة، وكل هذه الأنواع تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، زائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت مائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسيات يعني لابسات أنواع من الثياب لكنها غير ساترة، ولذلك وصفهن بأنهن عاريات، لأن هذه الثياب لا تستر، تكون قصيرة، تكون شفافة لا تستر ما وراءها، تكون مطرزة وفيها زينة تفتن، تكون ضيقة. كل هذه لا هي اسم ستر واسم لباس لكنه غير ساتر، وجوده كعدمه، بل ربما أن وجوده أكثر فتنة وجلبا للأنظار. أحسن الله إليكم ونفع بي.